تحية طيبة، نشرة إخبارية مفصلة من استديوهات قناة عدن، والبداية بأهم وأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة الرئاسي يناقش مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي المستجدات المحلية والتدخلات الأوروبية. وزير الخارجية يبحث الوضع الإنساني في بلادنا والتحذيرات الجارية لانعقاد مؤتمر الاستجابة الإنسانية بشأن اليمن. قوات الجيش الوطني تنفذ عملية إغارة على مواقع الميليشيا في جبهة السرمين شرق محافظة تعز. إلى التفاصيل، أهلا بكم. التقى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومعه عضو المجلس فرج البحسني، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيف بوريل، وذلك في ختام زيارته لمقر الاتحاد الأوروبي بمملكة بلجيكا الصديقة. وتطرق اللقاء إلى المستجدات المحلية والتدخلات الأوروبية الملحة لتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني ودعم خياراته المستحقة في استعادة مؤسسات الدولة والسلام والاستقرار والتنمية. وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالدور الأوروبي المتقدم في فهم القضية اليمنية القائم على تصحيح السرديات المضللة بشأن جذور الأزمة وامتداداتها التاريخية والفكرية المرتبطة بالمشروع الإيراني المدمر في المنطقة. وأشار الرئيس في هذا السياق إلى صعوبة الوصول إلى السلام المستدام في بلادنا دون ممارسة الضغوط القصوى على قيادة الميليشيات وداعميها الإيرانيين وتفكيك رؤيتها المتخلفة القائمة على الحق الإلهي في حكم البشر والتبعية العدوانية أو التعبئة العدوانية ضد دول الجوار والديانات والحقوق والكرامة الإنسانية. من جانبه رحب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل بزيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي والوفد المرافق له إلى بروكسل وأهميتها في تعزيز التعاون وتنسيق المواقف بين الجانبين على مختلف المستويات. حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك وسفير بلادنا لدى مملكة بلجيكا والاتحاد الأوروبي محمد طه مصطفى. التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك بنائب المدير العام لإدارة العامة لعمليات المساعدات الإنسانية في الاتحاد الأوروبي مايكل كولر، وكرس اللقاء لمناقشة الوضع الإنساني في بلادنا والتحضيرات الجارية لانعقاد مؤتمر الاستجابة الإنساني بشأن اليمن أواخر الشهر الجاري. وأكد وزير الخارجية على أهمية معالجة الجذور السياسية للأزمة اليمنية والتي أنتجت أسوأ كارثة إنسانية على مستوى العالم، مؤكدا أن وقف الحرب هو أهم خطوة إنسانية سيترتب عليها معالجة جميع القضايا الإنسانية الأخرى، لافتا إلى أن ميليشيا الحوثي في تسييسها للقضايا الإنسانية وخلق الأزمات تتسبب في تعميق حجم الكارثة الإنسانية. ولفت بن مبارك إلى السلوك الذي تمارسه ميليشيا الحوثي باستهدافها لمقدرات الشعب اليمني وخاصة المنشآت النفطية دون اكتراث للنتائج الإنسانية الوخيمة لتلك الهجمات. وجدد وزير الخارجية الدعوة لتعزيز مؤسسات الدولة وخاصة البنك المركزي اليمني بما يساعد على دعم العملة الوطنية وتحسين القوة الشرائية للمواطنين لتحسين الوضع المعيشي، واضحا بأن الحكومة ستشارك بوفد رفيع المستوى في مؤتمر الاستجابة الإنسانية المقرر عقده في جنيف أواخر الشهر القادم. من جانبه أشار نائب المدير العام للإدارة العامة لعمليات المساعدات الإنسانية إلى التزام المانحين بمواصلة تقديم الدعم الإنساني لليمن بما يتماشى مع مبادئ العمل الإنساني، معبرا عن تقديره للتسهيلات التي تقدمها الحكومة اليمنية لجهود العمل الإنساني في اليمن. وتطرق إلى أهمية التعاون لإنجاح مؤتمر الاستجابة الإنسانية القادم بشأن اليمن وحشد الموارد اللازمة للبرامج الإنسانية. حضر اللقاء سفير بلادنا لدى مملكة بلجيكا والاتحاد الأوروبي محمد طه مصطفى. بحث وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان مع القائم بأعمال السفارة الصينية لدى بلادنا تشاو تشينغ سبل تعزيز التعاون في مجال التدريب والتأهيل ودعم الوزارة في المجالات الخدمية.
واستعرض الوزير التحديات الأمنية وجهود الأجهزة الأمنية لتثبيت الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة، مشيدا بمواقف جمهورية الصين الداعمة للحكومة والتعاون الثنائي بين البلدين في عدد من المجالات. من جهته عبر القائم بأعمال السفارة الصينية عن سعادته بالزيارات التي قام بها إلى محافظتي عدن وحضرموت، وما لمسه من أمن واستقرار في ظل الظروف التي تمر بها بلادنا، مؤكدا تطلعاته لتعزيز التعاون بين البلدين لتدريب منتسبي الوزارة ودعم الوزارة في بعض المجالات الخدمية. حذر وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني من كارثة صحية قادمة تهدد سلامة وحياة ملايين الأطفال في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. وقال معمر الإرياني في تصريح أن الندوة التي نظمتها ميليشيا الحوثي بعنوان خطورة اللقاحات على البشرية وتحت شعار اللقاحات ليست آمنة ولا فعالة بحضور منتحل صفة رئيس الحكومة ووزيري الصحة والتعليم العالي مؤشر صادم عن الأوضاع الصحية في مناطق سيطرة الميليشيا خلال السنوات القادمة. وأضاف الإرياني أن ميليشيا الحوثي الإرهابية تواصل تنظيم حملات ممنهجة لتشويه برامج تحصيد الأطفال ومنع تنفيذ حملات تطعيم شاملة في العاصمة المختطفة صنعاء وباقي المناطق الواقعة تحت سيطرتها، الأمر الذي يهدد بظهور وتفشي الإصابة بعدد من الأمراض الوبائية الفتاكة التي كانت بلادنا قد أعلنت خالية منها. ولفت الإرياني إلى أن تقارير طبية قادمة من مناطق سيطرة الميليشيا تؤكد ظهور مئات الإصابات بشلل الأطفال في محافظتي صعدة وصنعاء بعد أن كانت اليمن قد أعلنت خالية منها في العام 2019. في 2009 كما سجلت مؤخرا 7 حالات وفاة و44 إصابة مؤكدة بالحصبة الألمانية في عزلة حجر بمديرية المحابشة بمحافظة حجة. وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية مطالبين بتسليط الضوء على هذه الجريمة النكراء التي تمس بسلامة وحياة ملايين الأطفال وممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي لإجبارها على وقف القيود التي تفرضها على حملات التلقيح الميداني وضمان حصول جميع الأطفال عليها دون قيد أو شرط. وقعت وزارة التربية والتعليم في العاصمة المؤقتة عدن مع منظمة ديفيرستي مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة لضمان الوصول إلى بيئة تعليمية آمنة وشاملة بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. ويهدف المشروع الذي يستهدف 16,354 طالبا وطالبة و800 معلما ومعلمة في 20 مدرسة في محافظات لحج وأبين والضالع والمخا وتعز إلى توفير بيئة تعليمية آمنة وشاملة للطلاب بمن فيهم ذوي الفئات الضعيفة والمتضررة وتعزيز التحاقهم وانتظامهم بالتعليم. ويشمل المشروع أعمال توسعة 10 مدارس وتزويدها بالمقاعد الدراسية وسبورات وإعادة تأهيل 10 مدارس أخرى بشكل كامل ورفع كفاءة البيئة التعليمية في المدارس المستهدفة وتقديم أنشطة الدعم النفسي. وخلال التوقيع أكد وزير التربية والتعليم طارق العكبري على أهمية المشروع في تعزيز البنية التحتية للمنشآت التعليمية وتحسين مستوى الدراسة فيها، مشيدا بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في دعم ومساندة القطاع التربوي والتعليمي. أكد وزير الدولة محافظ محافظته عدن أحمد حامد لملس دعمه للشباب والرياضيين وكل ما من شأنه أن يسهم في تعزيز قدرات الشباب وينمي مهاراتهم وقضاء أوقات فراغهم فيما يعود بالنفع عليهم وعلى مجتمعاتهم. جاء ذلك خلال لقائه بوكيل وزارة الشباب والرياضة خالد الخليفي ومدير مكتب الشباب والرياضة بعدن الكابتن وجدان شاذلي لمناقشة البرنامج الخاص بعمل مكتب الشباب للعام الجاري والموازنة المقترحة وطبيعة الفعاليات والجهات والهيئات المشاركة. كما أكد لملس على أهمية الاهتمام الكامل بالرياضة في عدن والترتيب الجيد لإقامة أنشطة رمضانية على مستوى المديريات والأحياء السكنية والعمل المشترك على إقامة ملاعب كرة الطائرة في عموم المديريات بواقع 10 ملاعب في كل مديرية خلال الفترة القليلة القادمة. اكتملت عملية فصل التوأم السيامي اليمني سلمان وعبد الله وذلك بمستشفى الملك عبد الله التخصصي في العاصمة السعودية الرياض. وأعلن المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله الربيعة أن كلا الطفلين يرقدا في سرير منفصل لأول مرة في حياتهما. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
لحظات انتظار وترقب يملأها القلق والأمل معا عاشها والد التوأم السيامي اليمني يوسف عيد الملاحي أمام غرفة العمليات بمستشفى الملك عبدالله التخصصي التابع لوزارة الحرس الوطني في العاصمة السعودية الرياض، حيث أجرى فريق طبي سعودي بقيادة الدكتور الجراح عبدالله الربيع مشرف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عملية فصل توأمه سلمان عبدالله. لحظات قلق بددها إعلان الدكتور الربيع والفريق الطبي نجاح العملية حتى بات الطفلان السياميان يركض كل منهما لأول مرة في سرير منفصل منذ 6 أشهر من ولادتهما، في تأكيد على وقوف المملكة إلى جانب الشعب اليمني محققة إنجازا جديدا في المجال الطبي بتسجيل التوأم السيامي 55 من كل أنحاء العالم تنجح في فصله. تهنئة خالصة لوالد ووالدة التوأم، وكذلك تهنئة للشعب اليمني الشقيق. هذا هو التوأم رقم 8 لليمن. نحن ولله الحمد وبتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين وصلنا لكل محافظات اليمن سواء قبل الأزمة أو أثناء الأزمة، وإلى هذا اليوم المملكة حريصة جداً على الشعب اليمني الشقيق، ولم تتوانى عن أي طفل يتألم في اليمن. وكما ذكرت عندما نعلم أن 8 توائم سيامية أتت من صعدة ومن صنعاء ومن تعز ومن عدن ومن الجوف ومن كل محافظة في اليمن، هذه رسالة أن المملكة لا تفرق بين أبناء وبنات وشعب اليمن الشقيق أينما كانوا وأينما حلوا، لأن اليمن غالي على المملكة العربية السعودية. 11 ساعة استغرقتها العملية كأنها 11 عاما مرت على أبوي الطفل السيامي. احتاج فيها ملائكة الرحمة إلى 6 مراحل لفصل التوأم المتشارك بالمثانة والقولون والأمعاء الدقيقة. الحمد لله عبدالله وسلمان حالتهم مستقرة، علاماتهم الحيوية ولله الحمد مستقرة. انتهت عملية الفصل، طوال عملية الفصل بحمد الله كانت أمورهم مستقرة ولم يواجهوا أي مشكلات، فقد الدم كان قليل جدا ولم يحتاجوا إلى نقل دم. الآن هما في المرحلة الخامسة اللي تقريبا الترميم، وهي ترميم الجهاز البولي وكذلك ترميم الأمعاء وإقفال الجروح، ثم بعد ذلك ينتقلون إن شاء الله تعالى إلى العناية المركزة للأطفال على سريرين منفصلين لأول مرة في حياتهم بإذن الله تعالى. في إحدى زوايا غرفة الانتظار التقط أهل الطفلين أنفسهم عقب نجاح العملية معبرين عن فرحتهم بسلامة أبنائهم، شاكرين المملكة العربية السعودية التي استجابت لهم وساندتهم في وقت الشدة كما هو عادتها في مساندة اليمنيين في الأزمة الإنسانية. الأخوة ما قصروا والله، يعني ما هي إلا سويعات من ولادة المولودين حتى تم التواصل معنا من قبل الجهات، تم استقبالهم في مستشفى شميسي، تم التواصل من قبل الفريق الطبي للدكتور عبدالله الربيع وفريق الطبي بالمستشفى شميسي، وتم نقلهم إلى هذا المستشفى، إلى مستشفى الملك مدينة الملك عبدالعزيز الطبي. 35 من الاستشاريين والأخصائيين في جراحة التوائم الملتصقة والكوادر التمريضية والفنية السعودية هم جنود هذا الإنجاز الكبير. نفذت قوات الجيش الوطني عملية غارة على مواقع ميليشيات الحوثية الإرهابية شرق تعز، وقال المركز الإعلامي لمحور تعز إن قوات الجيش الوطني نفذت عملية إغارة في جبهة الصرمين شرق المحافظة وتمكنت من تفجير تحصينات لميليشيات في تلك المناطق، كما استهدفت مدفعية الجيش آليات وتجمعات لميليشيات الحوثي في حضران غرب المدينة وأفشلت خلالها عملية استحداث تحصينات ومواقع جديدة. قالت مصادر محلية أن عبوتين ناسفتين انفجرت شرق مديرية مودية بمحافظة أبين، وأضافت أن الانفجارات استهدفت القوات المسلحة في منطقة البخيرة شرق مديرية مودية بمحافظة أبين. وأوضحت المصادر أن الانفجارات أسفرت عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى، يأتي ذلك بعد إعلان القوات المسلحة في سبتمبر الماضي سيطرته الكاملة على معسكر عمران أهم معسكرات تنظيم القاعدة في أبين. استشهد طفلان وأصيب آخر جراء انفجار لغم حوثي أثناء لعبهم كرة القدم بالقرب من منازلهم في مديرية حيص جنوب محافظة الحديدة. مصادر طبية قالت إن انفجار اللغم الحوثي
تسبب باستشهاد الطفل المفيد محمد عبده والطفل يعقوب نزهان فيصل، وأصيب الطفل عبد الملك عبد الله حساني. وأكد المصدر أن انفجار لغم الحوثي تسبب بتمزيق أجسام الطفلين مفيد محمد عبده ويعقوب نزهان، حول أجسامهم إلى أشلاء، فيما أصيب طفل عبد الملك عبد الله حساني بشظايا متفرقة في جسده، أسعف على إثرها إلى مستشفى الخوخة لتلقي الإسعافات الأولية. وتشكل الألغام والعبوات الناسفة التي تزرعها ميليشيا الحوثي في المناطق السكنية والمزارع والطرقات والمرافق الحكومية خطرا يهدد حياة المدنيين الأبرياء، قتل بسببها آلاف المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء. تواصل ميليشيا الحوثي الإرهابية حملاتها الهمجية ضد المدنيين في مديرية حزم العدين غربي محافظة إب. وأفادت مصادر محلية بأن حملة الانتهاكات الحوثية في مديرية حزم العدين طالت خلال الثلاث الأيام الماضية قرية أهمول الشعبة، شملت مداهمة عددا من المنازل وشنت حملة اختطافات واسعة في صفوف أبناء القرية من بينهم أطفال. وتتهم ميليشيا الحوثي الإرهابية سكان قرية أهمول الشعبة بالدواعش، وهي تهمة عادة ما تلصقها ضد المناوئين لها أو الرافضين الانخراط للقتال في صفوفها. وتأتي الحملة امتدادا لحملة واسعة تقودها الميليشيات في المديرية منذ أواخر الشهر الماضي، اختطفت خلالها العشرات من المدنيين وتسببت بمقتل وإصابة آخرين من أبناء عزلتي جبل حريم والأربعون. توفي 7 أطفال بمديرية المحابشة وسط محافظة حجة إثر انتشار وباء الحصبة الألمانية التي انتشرت بشكل مخيف تزامنا مع عرقلة ميليشيا الحوثي لعمليات التحصين. وأكدت مصادر محلية بالمديرية أن عزلة حجر التابعة لمديرية المحابشة تشهد انتشارا واسعا لوباء الحصبة الألمانية والتي تسببت في وفاة 7 حالات وإصابة 44 حالة مؤكدة. وقالت المصادر إن الحالات في تزايد من يوم لآخر، خاصة في قرى المرخام والمغرزة والعوارض، في ظل محدودية الإمكانات لدى إدارة الصحة بالمديرية. وأضافت المصادر أن المنطقة بحاجة إلى تدخل عاجل لإنقاذ الأطفال، لأن المراكز الصحية والمشافي الخاضعة لسيطرة الميليشيا الحوثية تجاهلت كل النداءات ولم تحرك ساكنا حتى اللحظة. وكانت ما تسمى وزارة الصحة في صنعاء الخاضعة لسيطرة الميليشيات قد أعلنت أن اللقاحات ضمن الغزو ووسائل من تسميها العدوان، معلنة منع اللقاحات عن الأطفال. نفذت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان نزولا ميدانيا إلى قرى وادي هارب والمليحة وشارع 30 والجبلين بمديرية التعزية وصبر الموادم بمحافظة تعز. واستمع فريق اللجنة لعدد من ضحايا القصف العشوائي للمساكن والقنص المباشر للمدنيين وانفجار الألغام الفردية التي تم زراعتها بجوار آبار المياه والأراضي الزراعية وأماكن الاحتطاب. كما قام الفريق بفحص الأدلة والمستندات لأكثر من 70 واقعة انتهاك كان أغلب ضحاياها من النساء والأطفال والمسنين، ومعاينة المنازل المتضررة من العمليات العسكرية الأخيرة برغم الهدنة الإنسانية والوقوف على الوضع الذي يعيشه المدنيين في تلك القرى وتدوين احتياجاتهم الإنسانية والأمنية. بحث نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب في العاصمة المؤقتة عدن مع مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الأوتشا في بلادنا ساجد محمد جهود حشد التمويلات لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2023. وتطرق اللقاء إلى أدوار الأوتشا في دعم العمل الإنساني والجهود المشتركة بين الجانبين أجل الانتقال إلى تنفيذ تدخلات أكثر ديمومة تلبي احتياجات وأولويات الوضع الصعب الراهن وتخفف من معاناة المتضررين جراء الأوضاع والحرب في البلاد. كما بحث نائب وزير التخطيط مع مديري منظمة رعاية الأطفال في بلادنا راما هنسراج مستوى التدخلات في مجال رعاية الطفولة. وأيضا ناقش الدكتور باصهيب مع مدير منظمة نيدا جنيف في اليمن أحمد حسن سير عمل المنظمة وتنفيذ أنشطتها وفقا للاتفاقيات بهذا الصدد. بحث وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور منصور بجاش مع القائم بأعمال السفارة الصينية لدى اليمن شاو تشينغ سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتنسيق المواقف إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأطلع وكيل وزارة الخارجية القائم بأعمال السفارة الصينية على آخر المستجدات في الساحة اليمنية ورغبة الحكومة الشرعية في إحلال السلام الشامل والمستدام وإنهاء الحرب وإعادة الإعمار. من جانبه جدد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم بلاده للحكومة الشرعية ولكل ما يضمن أمن واستقرار بلادنا ويحقق تطلعات الشعب اليمني ودعم الجهود الأممية التي تبذل في إيجاد حل سياسي شامل ينهي الأزمة في بلادنا. التقت رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الدكتورة صفا معطي في العاصمة المؤقتة عدن وفدا من بعثة الاتحاد الأوروبي برئاسة رافائيل ماركس. وخلال اللقاء استعرضت الدكتورة صفا معطي نشاط الجهاز ودوره في جمع البيانات الإحصائية لتسهيل عمل المنظمات الدولية والصعوبات التي تواجه عملها، مؤكدة على أهمية زيارة الوفد لتعزيز أطر التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين. من جانبه أشار المسؤول الأوروبي إلى أهمية بناء شراكة قوية بين الاتحاد والجهاز في إطار تمكين العمل الإنساني في اليمن، مشيدا بدور الجهاز في تسهيل عمل المنظمات الدولية من خلال توفير البيانات المطلوبة. ولفت رئيس الوفد الأوروبي إلى إمكانية دعم الجهاز لتجاوز الصعوبات التي تواجه عمله وبناء قدرات العاملين فيه. إلى حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله. كانت هذه كل تفاصيل النشرة. عود الآن للزميل علي للتذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين. إليك علي. شكرا نديب. رئيس مجلس القيادة الرئاسي يناقش مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي المستجدات المحلية والتدخلات الأوروبية. وزير الخارجية يبحث الوضع الإنساني في بلادنا والتحضيرات الجارية لإنعقاد مؤتمر الاستجابة الإنسانية بشأن اليمن.
قوات الجيش الوطني تنفذ عملية إغارة على مواقع الميليشيات في جبهة الصرمين شرق تعز. في الختام نشكر لكم طيب المشاهدة والإصغاء، في أمان الله، إلى اللقاء.